المرأة عندما تكون بنتاً وعندما تكون زوجةً وعندما تكون أماً وعندما تكون من المحارم وعندما تكون امرأة بما هي امرأة، أولاً البنت وهي طفلة، المرأة وهي طفلة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: الأنثى رحمة والولد نعمة. وفي حديث آخر مضمونه أن الرحمة يثاب عليها والنعمة يحاسب عليها. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من كان له أنثى فلم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. في الحديث الشريف: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل الصدقة إلى قوم محاويج. وليبدأ بالإناث قبل الذكور، أول هذه التحف يعطيها الهدايا للأنثى ثم للذكر، فإنه من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. واحد يفرح بنته بهدية بتكريم، هذا كأنه أعتق الرقبة من ولد إسماعيل نبي الله. المرأة وهي زوجة، الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول: من اتخذ امرأة فليكرمها، إكرام المرأة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: خيركم خيركم لأهله. من هو الأفضل؟ اللي يصلي أكثر، يصوم أكثر، يقرأ قرآن أكثر؟ لا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. في الحديث الشريف: من مد يده إلى زوجته ليلطمها فكأنما مد يده في النار. عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. أنه واحد يخدم في بيته، يعني يعين زوجته في الطبخ، في حمل السفرة، في شؤون البيت، هذا رجل يريد به خير الدنيا والآخرة. ثالثا المرأة وهي أم. جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، إني شاب نشيط، أو رجل، الرواية رجل، رجل نشيط وأرغب في الجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: جاهد، فإنك إن تقتل تبقى عند الله حيا، وإن ترجع رجعتك يوم ولدتك أمك. فقال الشاب أو الرجل: ولكن لي أبوين يكرهان خروجي إلى الجهاد ويقولان إنا نأنس بك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: قر معهما فإن أنسهما بك يوما وليلة أفضل من الجهاد في سبيل الله سنة كاملة.
رابعا المرأة وهي عمة وخالة وجدة وبقية المحارم. جاء صعصعة إلى رسول الله، جد الفرزدق، صعصعة ابنه غالب ابنه الفرزدق، وقال له: أوصني يا رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له: أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك. أكو بعض الناس خيرهم يصل إلى الآخرين ولا يصل إلى أقربائهم. النبي صلى الله عليه وآله يوصي بالأداني، يعني بالأقارب.